تعالوا نتابع فقرة روشيتا، معلومات صحية وطبية جديدة، ونجيكم تاني. صباح الخير، مرحب بكم مشاهدي سودانية 24 في برنامج روشيتا الطبية. اليوم هنتكلم عن علاقة الأسنان والصحة العامة للجسد. يعني الأسنان هي مدخل عام لصحة الجسد عموما، ولأنه الموقع بتاع الفم بتركز لنا أو بيفتح على 3 أجهزة مهمة جدا، اللي هي الجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فدائما بتظهر لنا أمراض كثيرة جدا جدا بتظهر عن طريق الأسنان. منها دائما الحاجة الشائعة أو الخطأ الشائع إنه الأسنان ما عندها علاقة بأي مرض، بالعكس هي بوابة لأي مرض. مثال إنه مثلا لو عندنا تسوس في الأسنان بيؤدي في الآخر بيؤدي إلى بيدخل مجرى الدم، ممكن يصل لنا القلب، يعمل لنا مشكلة في الأوعية الدموية في القلب، تمام، وبيؤدي لنا مشاكل في الصمامات، وممكن بيظهر لنا حاجة تاني، داء السكري عنده أعراض تظهر في الفم جدا، لأنه ارتفاع خصوصا السكري تايب 2 من السكري، بيكون عندنا ارتفاع في ضغط الأوعية الدموية لارتفاع معدل نسبة السكر في الدم، دي بتسبب لنا بيكون ظاهرة في الفم، بيكون عندنا نزيف في اللسة، بيكون عندنا تحرك في الأسنان، بيكون عندنا جفاف في الفم عموما. في ارتباط خصوصا النواي بتاعت الأسنان عندها ارتباط وثيق جدا جدا بمثلا زي ما نقول بالصداع النصفي او بالجيوب الانفية، لان تفتح في الاكياس الهوائية العليا. ممكن تاني الاسنان العقل الفوق، فممكن انها تأثر انه ممكن يحصل لنا خراجات وتصل لحد الدماغ. فاهم حاجة، اهم حاجة الوقاية، واهم حاجة انه مهما لاحظت انه في تغير في الفم مهما كان هو بسيط فلازم تزور طبيب الأسنان، يعني دي حاجة واجب لازم تزوره. فمثلا تاني عندنا الالتهاب اللسة الحاد بأثر لنا على الأسنان. مثلا عندنا من أمراض ممكن تظهر تاني على الفم اللي هي هشاشة الأستوراتيس، اللي هي هشاشة العظام، اللي بيكون في سهولة في كسر عظم الفك. بيكون عندنا موبيليتي أو حركة في الأسنان، تمام. تاني مثلا التسوس بينتقل عن طريق مجاري الدم بيصل لباقي الجسم، زي ما قلنا قبل انه الفم موقع حساس جدا بيفتح للجهاز الهضمي، تمام. فمعناته انه شنو الجهاز الرئوي، فمعناته انه مهما كان بيصل لنا في الاخر ممكن تحصل لنا بكتيريا، تصل لنا تعمل لنا التهاب رئوي، ممكن تعمل لنا مشاكل في الهضم، ممكن تعمل لنا مشاكل كثيرة جدا جدا. فلازم تعرفوا انه الفم هو بوابة لدخول كل الامراض للجسم، فدي حاجة مهمة جدا جدا لازم ناخد بالنا الحاجة دي. ولازم يعني بقول لكم الوقاية في الاخر خير من العلاج، فمفروض انت تعرف مهما كان في تغيرات حصلت في الفم فلازم انت تزور طبيب الاسنان، لان ده بيكون بوابة لعديد من الامراض عندنا، بوابة لعديد فعلا من الأمراض. فلازم نحن نكون مركزين في الموضوع ده وناخد حذرنا جدا جدا جدا. وعموما حتى لو انت حسيت بأنه مثلا عندك جفاف في الفم أو عندك نسبة بتحت اللعاب قليلة، دي لازم تيجي الدكتورة أسنان، لأنه في الآخر ممكن تكون عندها علاقة بأمراض كمية ومنها السكري زي ما نحن ذكرنا. لازم جدا جدا، لانه اي خراج بيحصل في الاسنان او في الانسجه المحيطه له بيمشي مع مجرى الدم، ممكن يمشي للقلب، ممكن يمشي للبرين للدماغ، ممكن يصل ينزل تحت في الجهاز التنفسي يعمل لنا التهاب رئوي. فنحن لازم نكون حريصين جدا انه نخلي بالنا من صحتنا، نخلي بالنا من اسناننا، ودائما نركز في الموضوع. وفي الآخر هي الأسنان مهمة جدا جدا حتى للحالة النفسية، لأنه أي إنسان طبيعي مما يصحى من الصباح أوتوماتيكلي دائما لازم إنه يعاين في مراية وجهه، لأنه في الآخر دي من الحياة مهمة جدا جدا. فلازم ناخد بالنا من كل الحاجات دي،
نكون إن شاء الله يعني زي ما بقولوا لازم نجي ماشيين في الموضوع ده step by step. يعني أنت من الصباح لو من صحيت لقيت إنه في أي تغير، في أي تغير في لون الأسنان، في أي تغير في رائحة الفم، في أي من بتسوق مثلا في نزيف في اللسة حتى لو كان بسيط، فأي أي حاجة لها المدخل بتاعه، فمعناته دي حاجة abnormal، فمعناته نحن المفروض نزور طبيب الأسنان نشوف بالضبط الحاصل شنو في الموضوع ده. وإن شاء الله لنا لقاء جديد ودمتم بخير.